هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. هون التحدي القوي اللي راح نتحدى. أنا بعرف أنك لعيب بالبينج بونج. ماشي حالي. لا مش لعيب. تتفضل هون سيدي. هون يلا. نعم. وبدنا نطلب من ليون طقس العرب يتفضل علينا هون. شايف الضحكة الصفرة هاي؟ ضحكة التحدي. هاي ضحكة إنه يعني أنا ممرق لك. هو ما راح يمرق لك أبداً. لم يغلب إلى الآن إلا أسامة الطريفي. كويس. تمام؟ أوكي. اللي غلب ليون بس أسامة الطريفي. ماشي. بس التحدي بكل بساطة أبو الخالدي هو عبارة عن أسئلة راح أسألك إياهم. أوها. يمكن في منهم ما يعجبك إنك تجاوبه. أوكي. فمعك تحكي باس مرة ومعك تحكي باس كمان مرة بس راح ينخصم من سكورك سكور. طيب. حلو؟ ماشي. جاهزين سيدي؟ جاهزين. يلا ليون. 3 2 1 تفضلوا شباب. أبو الخالدي الله يعطيك ألف عافية. عافيك. نورتنا سيدي مرة ثانية وأهلا وسهلا فيك. هلا بيك. برنامج جوك برمضان مع طقس العرب. ما السبب فيه كمان طبات؟ تقدر أنت ما تجيب الطابات؟ أعطيني طابات. طابات موجودة. السؤال الأول بيقول أبو الخالدي برأيك شو السبب الرئيسي بنجاح محمد الخالدي؟ الاجتهاد. الاجتهاد. آه. مجتهد بحياتك؟ الحمد لله. كيف اجتهدت؟ بس فهمني أكثر. لأنه أسهل إشي في الدنيا إنك تسلم وتستسلم. أسهل إشي بالدنيا أنك تسلم وتستسلم. وتستسلم. فأنت ما سلمت واستسلمت واجتهدت. حلو. أبداً. ممتاز. تعتبر حالك ظاهرة إعلامية لن تتكرر؟ لا طبعاً. في أحسن منك ناس؟ كل الناس خير وبركة. كل الناس خير وبركة. كل الناس خير وبركة. هذا وسط يعني. حلو. تطلع فيه وبتنزل عادي يعني. بس ما أنت من النجوم بهذا الوسط خصوصا بالبرامج الحوارية محمد. يعني. شايف حالك الأفضل؟ ما بعتقد اني انا اللي بشوف حالي اسامه اللي بشوف حكم للجمهور 100%. لو انعرض عليك شيء بفضائيه عربيه او غيره بتترك رؤيه؟ لا ما بتترك رؤيه. لا شو بيعني لك فارس الصايغ؟ اكثر من صديق. اكثر من صديق فارس الصايغ. نعم. تمام. حلو. في لك اتهامات سيدي العزيز وهي كالاتي. الناس تتهمك بالغرور. هل انت مغرور او شايف حالك او الناس ممكن تفكر انك شايف حالك؟ يعني هلا اللي بده يعرفني بده يحكي هذا الحكي. اذا في حدا بيعرفني بيحكي اني انا مغرور بيكون يعني رايه الشخصي وبحترمه. في ناس قابلتك وحكت عنك شايف حالك. ايه في ناس قابلتك وحكت عنك انك مغرور شايف سير حالك. وارد وارد وارد. بس انا يعني لا آه. في فرق بين مغرور تمام واثق من نفسه وبين واثق من نفسه. أنت انسان واثق من نفسك لابعد الحدود. الحمد لله. يعني بتحس انه الناس عم بتفسر ثقتك بنفسك انها غرور؟ ممكن بس انا بالاخر مالك من لما دخلت الوسط الاعلامي. لا انا بدي اقول لك كان اهم نصيحه انه ما تنغر وما تشوف حالك على الناس لانه انت مصدر توفيقك حب الناس واحترامهم لك وثقتهم فيك. محمد في سقوف للحريات عندنا في الاردن طبعا. تعرضت لا يعني مش لضغوطات لا اكثر من مره انك يكون في اشي حاب انك تحكيه والسقف وقفك؟ تقدر تحكي باس باس تمام سيدي. اخ كثير بتجيك انتقادات على السوشيال ميديا. بتعتبر حالك مستفز للناس او مستفز لبعض الاشخاص؟ منين جبت الاولى؟ كثير اجتك انتقادات. تيجي انتقادات انه من كثير انت قلت المذيع مستفز. من وين جايبين هالمذيع؟ من وين كذا؟ اللايف تبع نبض البلد. والله يا محمد الخادي ضغطنا. والله يا محمد الخادي مش عارف ايش. تقرا كومنتات بكل صراحه محمد سوشيال ميديا؟ لا ما بتقرا كومنتات سوشيال ميديا. هذا سبب بانك لسه مستمر لانه بعض الاحيان ممكن الناس تتاثر بتعليقات السوشيال ميديا. شوف هلا بدي احكي لك شغله. بتتاثر بالسوشيال ميديا اذا اعلامي وبتتاثر بالسوشيال ميديا لا تشتغل. حلو. لانه انا برايي السوشيال ميديا ما بتعكس واقع. حلو. السوشيال ميديا ما بتعكس واقع ولا حتى واقع اراء محمد. ايه ولا حتى واقع اراء الناس اتجاهك. هلا انت شوف انا ما بحكي ما تاخذ في الاراء. إيه كويس انك تاخذ في الاراء تمام بس ما تخليها تاثر عليك. ما تخليها تاثر ممكن عليك. تطور حالك. شوف في تعليقات بتكون بالعكس مميزة لدرجة انك انت بتصير تعرف من خلالها ممكن حلو. ترتكب اخطاء او تمام او ترتكب تصرفات غير حلو. مسؤولة تمام تعالجها يعني حلو. اما انك تعتمد عليها حلو. كليا لا اسمع من الناس وجه لوجه احسن لك. طيب شهرتك ما شاء الله جارفة ويعني انت من اهم الاعلاميين الاردنيين. الشمس بتتغطاش بغربال هذا اللي احنا بنحكيه وبنفتخر فيك طبعا محمد. عتيق انا قديم عتيق زلمة عتيق زلمة قديم قدمت. ليش مقل بطلاتك على السوشيال ميديا؟ مش انسان اكتف على السوشيال ميديا. بتعبر ما بتعبر عن ارائك الشخصيه على السوشيال ميديا ليه؟ مع انك مؤثر محمد.
مع انه مش بدك الصراحة مش دوري اعبر عن رأيي الشخصي في قضايا انا بطرحها على الطاولة، طالما في شيء بطرحه على الطاولة ما بحكي فيه رأيي الشخصي. ما بتحكي فيه رأيك الشخصي، بس مرات ببين عليك محموق يا زلمة، محموق إذا ما بصير هذا الحكي هيك، تحس بدها تطلع منك انه مالكو إذا ما بصير هذا الحكي. بصير صح؟ اه بصير تطلع. بصير ما مش مشكلة، بس انا على اقل تقدير ما عم بترك المشاهد يقرر. لازم تكون حيادي ببرنامجك ولا لازم تكون حيادي. شوف احكي لك شغله، سر النجاح انا صار لي 11 سنه تمام، سر النجاح انه ما حد في الاردن بيعرف رايي في موضوع. اها هذا تعتبره واحده من اسرار النجاح، من أسوأ ما يكون تمام في وسطنا تمام. شغلنا حلو انك تستعرض حلو عضيفك، انا بسالك حلو. انت بتجاوبني او ما بتجاوبني هذا قرارك. حلو انت مقنع او غير مقنع بجوابك. بس محمد يعني انا معك ترى، هاي وحده من الاشياء اللي مهمه فيك، مهمه بشخصيتك، انه صعب انا اعرف شو راي محمد الخالدي بالضبط. بس ببعض الاحيان في شغلات انسانيه، في شغلات وطنيه، في شغلات بزبطش تخبي رايك. ما بنختلف في الشؤون الوطنيه، في الشؤون اللي كل الاردنيين متوافقين فيها ما عندنا مشكله تمام، اما في غير ذلك لا. بغير ذلك حتركك تريح انت وليون شوي، نفتح بوكس وارجع اكمل لك الاسئله. احنا نكمل يعني؟ كمل سيدي. ماشي. طيب مشاهدينا الاعزاء، هذا فيكم ضل عندنا بوكسين راح نفتحهم، واحنا موجودين بطقس العرب جو اريا طبعا يعني، ونشوف مين ربح معنا، مش مين ربح معنا او شو ربح معنا. اللي ربح معنا اخر كومنت حاليا اللي مثبت على السوشيال ميديا، حجز يوم مقدم من تيريزا شاليه، وجبه لاربع اشخاص مقدم من مطعم هاكونا ماتاتا. كم نتيجه خالدي وليون يا سعاد؟ 31-15 والله منيح. لمين؟ لليون. 100% تفضل ليون يلا. قسيمة شراء بقيمة 15 دينار مقدمة من محمص القيسي. ألف مبروك لكل اللي ربحوا معنا، ويعني إن شاء الله تكون أموركم تمام وتكونوا عم تستمتعوا بالجوائز. نرجع نستكمل حديثنا مع ضيفنا الإعلامي القدير والرائع 32-16 محمد الخالدي، أبو الخالدي. شو اختلف عليك بحياتك كإعلامي من وقت الشهرة؟ يعني بعد الزواج، هل انت من الناس المبسوطين بزواجهم وبحياتهم؟ الحمد لله مبسوط بالزواج. الحمد لله. بتشجع الشباب على الزواج؟ طبعا. ليه بلعت ريقك؟ شو ما بلعت ريقي، مش بلعت ريقي لا، للتوثيق يعني. بس يعني اليوم الظروف صعبه والله يعين كل الشباب. تمام. لا خلينا احنا نحكي على ظروف، يعني على نحكي على الزواج. اللي راغب واللي فكره الزواج، الزواج مؤسسه مهمه جدا طبعا في الحياه. ندمان عليها؟ لا لا ابدا ابدا. لو برجع الزمن فيك ترجع تتزوج؟ عفا عليك. وبختار نفس شريكتي عشان تكون انت عارف يعني، عشان تريح راسك. عشان تريح راسك. المهم انك انت بعد ما تتزوج اسامه جاوب نفس هذا الجواب. حاجاوب نفس بجاوب هسه وانا كاتب كتابي. حسسني انك مش مقتنع بموضوع الجواب تبعك. لا انا مقتنع بجوابي، بس انا بقول لك مش حلو. مش كل الناس بعد ما تتزوج بتجاوب هذا الجواب. طيب شو اسلوب الحياه اللي فرضته عليك طبيعه عملك محمد؟ يعني بدي احكي لك شغله. قاس قاس اخصمي نقطه يا سعاد، هاي خسرناك نقطه سامحك. عتسهل هذا السؤال غريب. لا مش سهل. مش سهل هون الفرق. مش سهل. مش سهل. حلو، هاي رجعت عوضت النقطة اللي خسرتها معلم عشان نيتك صافية. لو ما كنت إعلامي شو كان ممكن تكون؟ محاسب. محاسب؟ ها؟ حلو. هيك المنطق. هيك المنطق بيقول يعني محاسب. طيب. سؤال محمد، هل يوجد بالأردن ما يسمى بأشباه الإعلاميين كثير؟ مليان. مليان. تقدر تسمي لنا اسم؟ لا. سالتني بقدر اسميه؟ قلت لك ما عندك ولا باس يعني، بس احنا برضه كمان بدناش. انا حكيت لك انت انت سالتني بتقدر، انا قلت لك ما بقدر 100%. ما قلت لي سمي لي اسم فرق. ما بتقدر. كم 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 تعطي نسبه بالميه من اشباه الاعلاميين الموجودين من كل الوسط اللي احنا موجودين فيه؟ نسبه مئويه للناس اللي لا تستحق ان تكون بمكانها او غير مهنيين محمد، نسبه بصراحه. عشان تعرف كيف. اول شيء انا ما بقدرش اعطي نسبه، هلا انا بحكي رايي انه في اشباه اعلاميين، في اشباه اعلاميين، وهذا كمان الوسط الاعلامي بعرفه، مش انا مش محمد بس اللي بحكيه. تمام. انا بظن الناس خلال شوف
مع السوشيال ميديا بطل سهل انك تحكي مين اعلامي. انا مش اليوم بطلت احب لقب اعلامي ولا انا، فانا يعني بفضل انه مقابلات سأله جورج قرداحي قال له انا لا ما زلت لا استحق لقب اعلامي. فاحنا خلينا نتركهم اللي بيسموا حاله، شوف اللي بيحكي عن حاله اعلامي مشكله عنده. اجب بنعم او لا. يلا. هل القطاع الاعلامي في الاردن بحاجه لاعاده هيكله واعاده تنظيم؟ مليون بالمية. مليون في المية؟ نعم يعني. نعم. عشان نعم او لا. شو تحس المشكله عم نواجهها بالاعلام بالاردن محمد؟ مشكله تنظيم. غير تنظيم. شو في عندنا مشكله؟ في عندنا مشكله بالمعلومه محمد. بالانفورميشن فلو، تدفق المعلومات، صح؟ تحسش انه في مشكله موجوده عندنا بهذا الشيء؟ مش رح خليني اعرف العب يا اخوان. اكيد في مشكله، صح؟ في مشكله، صح؟ آه. الله انك انت زلمه بتصمد امام الاسئله، تعرف وين تسكت، تعرف كيف تجاوب يعني. في مشكله. طيب لو نعرض عليك شريك يقدم معك برنامج نبض البلد، مين بتختار من الزملاء الاعلاميين؟ كان عندي شركاء وبحترمهم وبقدرهم كلهم. مين يشارك غير الموجودين؟ ما كان عندي شركاء اليوم. ما شوف، اولا مش قراري اختار الشريك. حلو، عشان اكون متفقين يعني. مش قرارك، قرار القناه. قرار في مؤسسيه ورؤيه عندها مؤسسيه في هذا الموضوع بحترمها. تمام. فبصفته انه مش قراري واحنا او لا، انت قلت لي تقول لي سمي لي اسماء، كيف غيرت الاستراتيجيه تاعتك اسامه الجداوي؟ عادي اختار لي، اعطيني اسم بتحب يكون معك شريك في البرنامج. اسم من الشباب الموجودين، مش شرط من رؤية محمد، شخص بتلاقي فيه عنده الموهبة مش ماخذ حقه، بتقول مثلا أنا بحب إنه مثلا هذا لو يكون من مقدمين نبض البلد. حسسنيش إنه كمان أنت البرنامج قائم عليك لحالك يعني مثلا. هلا اليوم هو قائم علي لحالي. حلو، هاي قوية. قوية، بس ما هو في مرات معك فيه بكون، أنت بطل معك شركة حاليا صح؟ بطل، لا. بطل معك شركة. شو السبب؟ نقدر نعرف؟ ما قدروا ينافسوا نجومية محمد الخالدي؟ لا طبعا بالعكس، كلهم نجوم. كلهم نجوم. الله يرحم الدكتور محمد الحباشني، هو من بناة البرنامج بلا أدنى نقاش. تمام. وكنت يعني وتشرفت وتعلمت منه كثير. صحيح. تمام. دكتور مهند مبيضين قامة لا يستهان فيها بكل صراحة. أكيد طبعا. ومهند إضافة ل إضافة للخبرة الكبيرة اللي تعلمتها منه، كان الأهم صراحة إنه نعم. مهند كان إضافة حقيقية في البرنامج، إنه مثقف وثقافته مستواها عالي جدا. طيب. غادة اليوم بتمنى لها كل التوفيق برضه، فتحت طريق جديد لها، وغادة كانت علامة فارقة في البرنامج. اليوم بعتقد أي شاب طموح وعنده المعرفة والمعلومة وبيقدر يبني على ما يملك من معلومات، بيقدر بكل بساطة يكون زميل شريك معزز ومقدر. طيب. في البرنامج. نعم. ممتاز. 100% إحنا متفقين. هل أنت على علاقة طيبة مع 90% من السياسيين والمسؤولين في الأردن؟ نعم. نعم. ما عندك مشاكل مع حدا؟ لا. أنت قلت لي 90% عندي مشاكل. يعني في 10% عندك مشاكل معه. بالحد حد مقبول 10%. إقلال. إقلال. بس يعني عندي مشاكل. عندك مشاكل. طبعًا. حلو. طيب. عندي مشكلة في أي مسؤول بيكذب على الأردنيين. طيب. لو نعرض عليك، وانت حكيت قصة علامة فارقة، اوكي، لو نعرض عليك فعلا تكون محمد يعني مقدم برامج بقناة عربية وستكون علامة فارقة، انا واثق من قدراتك، توافق تترك رؤية؟ ما جاوبتك لا. اليوم الف وادور واغريك بالسؤال اكثر. ما بتغرينيش. ليه يا زلمه؟ طب لو صح لك تطلع على فضائية عربية ليه؟ انا اسالك سؤال، شهرة عربية منيح. انت لما تبني مؤسسة وتكون جزء من بناء مؤسسة تتركها؟ إذا صحيت لي فرصة أحسن طبعاً بتركها. ما هو أنت الفرصة الأحسن كيف تقيمها اليوم؟ هلا كل واحد بيقيم فرصة الأحسن بالنسبة له هو شخصياً. أنا بدي أسألك سؤال، لو بدك تروح على قناة عربية بتقدر تخدم بلدك؟ هون تفرق وجهة النظر. شكراً. أنت بتحس حالك أنه وجودك هون جزء من خدمتك لبلدك بالإعلام؟ طبعاً. طبعاً. ممتاز. الله يعطيكم العافية، شكراً. هيك خلصنا التحدي تبعنا. بدعت أبو الخالدي. كم من نتيجة سعادة؟ بدعت زايد. 32-60. أوف هاي على النص. والله على النص. هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت.